مرحبا أطفالي الأعزاء، أنا مس مونيا. اليوم سوف أقص عليكم قصة الدلفين الذكي. دودي دلفين صغير يسبح في الماء حول أمه ويحب اللعب بالكرة، يقذفها بفمه ثم يحاول التقاطها من جديد. اقترب 33 من دودي وطلبوا أن يلعبوا معه بالكرة. رفض دودي وقال: دودي عنده كرة، دودي يعمل دائرة. سمعت أم دودي وقالت: دودي يا صغيري، ما أسعدنا ونحن نلعب مع الآخرين. ثم التقطت الكرة ورمتها نحو الدلافين الثلاثة. التقط أحد الدلافين الثلاثة الكرة وقال: شكرا، نحن ثلاثة نعمل شكل مثلث. نظر إليهم دودي وقال لأمه: هذه كرتي وأريد أن ألعب بها. انضم دودي للدلافين الثلاثة وقال: يمكننا أن نلعب نحن الأربعة ونعمل شكل مربع. هو شكل مربع. قالت ماما: أحسنت يا دودي. كانت الفقمة تلعب وحدها عند الشاطئ، وفجأة وقعت الكرة على رأسها. قال دودي: آسف. فردت فيفي: لا بأس. هل هي الفقمة فيفي؟ قال دودي: ما رأيك يا فيفي أن تلعبي معنا؟ سوف نعمل شكل مستطيل. فرحت فيفي وهي تشاركهم هذه اللعبة. ضحكت ماما وقالت: ما أحلى المشاركة. أحسنتم. للقاء بقصة ثانية. مع السلامة.